صوما مقبولا وافطارا شهيا. نرحب بكم في حلقة من حلقات البرنامج التراث الفلسطيني الأول حروف وطن. نحل اليوم ضيوفا على محافظة طوباس وعلى أهلنا في مخيم الفارعة. حبيب أبو هشام خلينا نشت على المخيم إحنا وياك وهالمشاهدين. يلا نشت على المخيم. تنهر على السبع ما يقدر يحاكينا واحنا الشباب البلد واحنا كراسيها واحنا سيوف القنا وتمركزت فيها دخلنا على محطة العودة مخيم الفارعة قضاء طوباس مباشرة على اللجنة الشعبية ورئيس اللجنة الشعبية اللي راح يعرفنا عن حاله. بتضحكك برنامج حروف وطن يا سيدي. حياك الله. عرفنا عن نفسك. عبد المنعم مهداب رئيس اللجنة الشعبية. ابو ايش البركتين؟ ابو لواء. ابو لواء؟ نعم. كل الاحترام ابو لواء. ابو لواء طبعا مخيم الفارعة نسبة لبلدة الفارعة. الفارعة لأنه على أراضي الفارعة. نعم نسبة لعين الفارعة. لعين الفارعة. نعم. طبعا عين الفارعة بتعرفوها انتو. عدد سكان مخيم الفارعة كم؟ مخيم الفارعة طبعا هو احد مخيمات اللاجئين اللي هاجرت عام 48 او هجرت عام 48 قصرا طعما طبعا من قبل العصابات الصهيونية، ومعظم سكان مخيمهم من سكان شمال فلسطين قضاء حيفا ويافا. طب كديش العدد حاليا بعدين ندخل العائلات واصولهم من وين؟ العدد 7000 نسمة. 7000 نسمة طبعا موجودين في محطة العودة مخيم الفارعة. نعم. هسا بدنا نيجي للسؤال، العائلات الحمايل العشائر اللي بتألف منها مخيم الفارعة هي من كرة مهجرة زي الريحانيين اها الكفرين صبرين اكثر من قرية. طبعا طبعا العائلات الموجودة هون متنوعة. عندك عائلة دار صبح. عائلة دار صبح. دار أبو حسن. دار أبو حسن. دار مهداوي. دار المهداوي. عندنا عائلات دار تايل. طبعا العائلات هي كثيرة في المخيم بس مش بالحجم الكبير رمية. مش الحجم الكبير كله يعني. وعندنا دار ابو كشك. دار ابو كشك. هذول من الجنوب اعتقد او من عرب دار ابو كشك يعني. وفي عندنا من حمايل اللي هو منطقة الجنوب الفلوجي دار ايوب. دار ايوب. نعم. وفي عندنا حمايل دار شاهين. والعبوشي. في عندنا جعايصة. عدة حمايل لنا. عدة حمايل يعني هل بتتذكر من كانوا موجودين مشان ما حدا يعتمد على حدا بتذكرك؟ لا هو نسينا ابو لا لا ما حبناش نذكر الكل لانه الذاكره بتسعفناش يعني نذكر الكل الموضوع زي هذا يعني لانه كثير يعني عائلات يعني موجوده داخل المخيم بحجم عائلتين او ثلاثه يعني. السوالمي عندك والدي ساعدوا يا جماعه. دار ابو هنطش. دار ابو هنطش. نعم. ابو سريس. ابو سريس. ابو سريس. نعم. دار العرجة. الشافعي. العرجة الشافعي. الشافعي. نعم. الشويش. 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 نعم صحيح. يعني ما شاء الله يعني عائلات كثيره. عبد الهادي. يعني في كثير يعني يقول لك عائلات موجوده باسرتين ثلاث يعني الناجي قلنا جعايصة ناجي يعني اكيد راح ننسى عائلات يعني نقدر نقول انه اغلب العائلات والحمايل والعشائر الموجوده في محطه العوده مخيم الفارعه طبعا هي اصولها ترجع لشمال فلسطين لشمال قرى ومدن فلسطين. نعم يعني. هي بتشترك في العادات والتقاليد تقريبا هي بالعادات يعني والتقاليد شمال فلسطين. نعم. يعني ان القرى اللي صبارين الكفرين نوجه تحيه طبعا لاهل صبارين وجمعيه صبارين في المدن اللي حكيناهم.
وعندك الريحانية برضو. الريحانية. وعندنا اللي هو مناطق القنير. قنير. نعم دار أبو دغيش برضو. آه. آه قنير. طبعا هاي العائلات سكنت مخيم لأسباب. هم أصلا لجوا على مخيم جنزور قرب جنين. آه. معظمهم جمعوا يعني في البداية قعدوا في مخيم جنزور كل من جنين. نعم صحيح. اللي هي طبعا جنزور اللي هي عند مثلث الشهداء. الشهداء نعم صحيح. مثلث الشهداء. نعم. عند العصاصة هناك. أيوة. ومن هناك أجوا على المنطقة طبعا بالقرب من نبع الغول. نعم عائلة الغول. نعم صحيح عائلة الغول. نعم أجوا في القرب من وين؟ من نبع الفرع. طبعا الفرع إلى طبعا بدك أنت على بلوة يعني معناها إن كل شمال فلسطين معناها أغلب الموجودين العائلات الحمايل والعشائر اللي موجودة في مخيم الفارعة معناها كلهم من كرة فلاحية يعني فلاحين. نعم 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 شمال فلاحين. عشان هيك بتشوفوا في زراعة يعني حوالين المخيم. نعم وفي منهم بيشتغلوا في الزراعة. هو باعتبار مخيم ريفي ومحافظ. أها. يعني عادات الناس عادات قروية يعني. أها. يعني لاحظنا يعني شفنا قريب من القرية أكثر من مخيم يعني أكثر من مدينة يعني هو قرب يعني قرية الفارعة قرية. نعم. بس هو مخيم لأنه مخيم ناجين. صحيح. طبعا هو سكن قرب العين لأنه المي موجودة بالقرب هون نبع العين موجود يعني أكثر من 200 متر تقريبا هون. طبعا الفارعة هي نسبة منطقة الفارعة عين الفارعة لأم الحجاج. كده بعيد عن محافظة طوباس وعن محافظة نابلس. طبعا شمال شمال شرق نابلس 17 كيلومتر. 17 كيلو عن محافظة نابلس. جنوب جنين نحكي عن جنين 25 كيلو. خلينا في طول محافظة طوباس 5 كيلومتر. 5 كيلو. 5 كيلو. نعم صحيح. 5 كيلو عن محافظة طوباس. حكينا لكن بدنا نرد نعيد لأبو لواء إنه يعني بيمتهنوا ما زال في منهم بيمتهنوا بالزراعة. نعم نعم هو محيطه زراعي. محيطه زراعي. نعم محيطه زراعي. آه يعني. مخيم يقع في وسط زراعي يعني مميز في فلسطين. شفتوا بسطات البساطة الفرعوية. هي منطقة طوباس يعني هي أساس غذاء فلسطيني. هي تبلغ مساحة طوباس أراضي طوباس قد مساحة قطاع غزة. حوالي 365 كيلومتر مربع. انا بحكي للحدود. ماشي خلينا نحكي هسه عن جيلانو مشان المشاهدين اللي ما بيعرفوا مخيم الفارعة سواء داخل فلسطين او خارج فلسطين. جيلانو من الكرة مخيم الفارعة من شرق مين بيحدوا من الكرة؟ الشرق عندنا طمون. طمون من الغرب. من الغرب عندنا سيريس ميثرون. سيريس. من الشمال. شمال طوباس. طوباس وطمقاء. نعم. ومن الجنوب. الجنوب وادي الفارع وادي البدان. وادي البدان. نعم. طيب أبو لواء خلينا نعرف الناس اللجنة الشعبية أنتوا شو دوركم في بالنسبة للمخيم وبالنسبة لأهلنا الموجودين في مخيم الفارعة؟ يعني الدور الرئيسي الأساسي لكم. إحنا الرئيسي خدمة الناس. خدمة الناس أنا. يعني اللجنة الشعبية تم تأسيسها. خدمة الناس شو الخدمة اللي بتقدموها أنتم؟ كل شيء مشان المواطنين يعني كل شيء قدر استطاعتنا طبعا. امكانياتنا محدوده طبعا احنا بالاصل تابعين لوكاله الغرفه الدوليه للوكاله طبعا وجود السلطه يعني هناك دعم من السلطه من الوكاله لانه هذا الدعم مش كافي لسد احتياجات الناس المتنامية. يعني افهم من حكيك انه اللجان الشعبيه انتم مرجعيتكم وكاله الغرفه الاساسيه. نعم, نعم صحيح. لكن مرجع. في تعاون بينكم وبين الحكومة الفلسطينية. مرجعيتنا الأساسية منظمة التحرير الفلسطينية. حلو. منظمة التحرير. طبعاً منظمة التحرير الفلسطينية. بس احنا نعرف المشاهدين. بس احنا كلاجئين خدماتنا المفروض تكون من وكالة الغوث. من وكالة الغوث. المفروض طبعاً هي تخلصت في الفترة الأخيرة أسباب سياسية. نعم 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 صحيح. خلصوا أسباب سياسية على أساس إنه يتخلوا عن المخيمات هاي بحكم إنه إيش إنه شطب هذا الثابت اللي هو اللاجئين كون المخيمات إيش؟ هي عنوان القضية الفلسطينية. يعني خدماتنا واضحة يعني. يعني خدمات اجتماعية مثلا. نعم. حياتية. نقدم برضو مياه الشرب. عندنا بير للجنة الشعبية موجود هون مياه الشرب. وطبعا احنا بنعاني من البنية التحتية المهترئة للمخيم. شفنا وصورنا طلعنا في بعض البنية سواء المجاري او شبكة المياه هاي الامور يعني بدها صيانة او اعادة تأهيل لانه اصلا بدها اعادة تأهيل طرق مش مؤسسة مش مؤسسة نهائيا لان المخيم بالبداية قائم على الحفر الامتصاصية سواء المجاري يعني في الفترة الأخيرة تم شبك المجاري هاي على المياه الصرف الصحي تداخلت المياه الصرف. نعم. على مياه. نعم. الشرب. نعم. والنبع. نعم. وصار التلوث.
وهذا الوضع طبعا بيؤدي لتلوث لمياه الشرب، ناهيك عن اكتظاظ السكان الموجود. يعني تقدمت انت في مشاريع لمين؟ لوكاله الغوث يعني؟ للوكاله ولا سلطة؟ للوكاله ولا الحكومه الفلسطينيه. نعم 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 ده شيء اللاجئين. فاحنا يعني باستمرار بنناشد الجهات المسؤوله انه يوفروا لنا يعني الحكم المحلي. يعني حكم المحلي نعم. عندي سيد المعالي مجد الصالح ما قصر، جد بالك على اهل المخيم، وجهنا له لا وما قصر، وزير ما شاء الله عنه متواضع ومحترم ومحترم. نعم من الوزراء اللي بيجي وبلف وبتسدد، حتى بلاه الاخيره وفر لنا مشروع، يعني مشروع بقيمه 100,000 دولار ما شاء الله مياه الشرب. حلو، بنباشر فيه بالشهر هذا ان شاء الله. طيب الخدمات الحياتيه يعني انتم بتقدموها للمخيم، ومنها يعني بنوفر صلاه لم النفايات، يعني برضه النفايات للوكاله، للوكاله وكاله الغوث. نعم اها يعني هي بتبعث سياراتها الى سيارات. نعم نعم، في لعمالها خاصين موظفين عندها. اها تنقل لهم فتره مش لاقين المخيم. يعني احنا يعني هون بنهون على الناس، الكاميرا لقطت يعني عندنا أكثر من مشروع قمنا فيه في هاي اللجنة من 2017 اليوم، يعني حد ما احنا استلمنا كلجنة همية، عملنا عرس جماعي للفئات الشابة حوالي 65 عريس تقريبا على مستوى الضفة همية، طبعا أبناء المخيم هم، وعندنا صلاة أفراح، صلاة أفراح، وعندنا مصنع مياه قيد التنفيذ مياه معدنية، وعندنا قاعات وصالات همية، يعني مخفف وطى المعاناة على المخيم، يعني سواء كانت عزاء او افراح احنا بنخف على الناس في هاي التكاليف. يعني يعني هسه عندنا اليوم مثلا واحد متوفي، اما عندنا موفر له صاله الموتى، موفر له المغسل المغتسل، اما موفر له القبر، اما الكفن، اما كل هاي الامور توفروا لي اياها، القهوه، كل شيء يعني ما يتعلق ببيت الاجر. نعم انتم بتوفروا قهوه. نعم تكفين الميت. نعم نعم في السياره. نعم هذا انتم بتوفروا. نعم صحيح، كل الاحترام ابو هاي الامور احنا مميزين فيها عن بعض. كل الاحترام ابو هاي من باب انه تخفيف وطأة العبء على الناس والمعاناه. يعني عندك ناس فقراء نسبه الفقر عاليه والبطاله عاليه في مخيم الفرع، الاكتظاظ ما انت عارف فضل السكاني وعدم وجود الوظائف المناسبة وبعدنا عن المدن المركزية. أبو لواء إحنا طيب بدناش ندخل في تفاصيل كثيرة، يعني إحنا نعرف إنه اللجان اللجنة الشعبية، رئيس اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية في مخيم الفارعة هي لها دور إشرافي على جميع الخدمات اللي موجودة في المخيم، حتى القطاع الصحي لكم أنتم إشراف عليه. نعم نعم لكم إشراف عليه. نعم والقطاع التعليمي طبعا مدارس الوكالة موجودة، طبعا من مدارس الوكاله في منهم بيطلع مباشره لما بينتهي الصفوف على مدارس الحكومه. نعم انتقال عادي. كل الاحترام لنا، لقاء ان شاء الله بنهايه الحلقه. حبيبي ابو هشام قدامك حارات وشوارع محطه العوده مخيم الفرعه، خلي هالناس يتفرجوا على المخيم. الباب يفوت جمال من هناك. يلا محطة العودة مخيم الفارعة. جينا على هالبيت العامر عند الحج اللي بده يعرفنا عن نفسه. كيف السمع؟ منيح منيح الحمد لله. الحمد لله. عرفنا اسمك. أحمد صالح أحمد أبو سريس. أبو سريس. أبو عمر. أبو عمر. نعم. هاي حاجتك؟ نعم. طيب الأولى ما هو إن شاء الله الأولى والأخيرة. آه شاء نيالي. إبسطي.
أبو عمر. نعم أبو عمر الله يطوله عمرك. قديش العمر من الآخر؟ الحمد لله 83 سنة. 83 سنة الحمد لله. الأصل من أي بلد؟ الكفرين حيفا. الكفرين حيفاوي يعني؟ نعم نعم. حش يعني مجاور إلى أم الفحم بالضبط. لأم الفحم من الناحية الغربية. طيب في الكفرين حيفا كيف بقى يلبس أبوك وسيدك؟ اللباس التقليدي دماية. الباس. كان نسميه الباس. والجاكيت. ايوه وايش اخرى؟ والجاكيت. فيش كومباز وتشيبر وهذول اللي هو الكومباز الدارج اللي هم خاصه المقلم والجاكيت. ايوه والباس الابيض. لبستين انت ولا ما لبستين؟ لا انا ما لبستين. لا ليش ما كنت تشتغل معلم ولا بهذاك الوقت؟ لا كنت صغير. وبعدها مدرس. ما لبستينش ولا مره؟ لا بالمره ما لبستينش غير بلطلون وقميص. بس اني لا ما بتسنش البلد هذا مش طلعتنا هو ما لحقنا هو ايش خلص اخذت كم سنه بضلش ولا عكال ولا حط لا ما فيش لا كان لباس عادي لباس بلطلون وقميص عادي يعني اما لباس الاب لا ما بلبسه حجي قرابتك بنت ابوها ابن عمي بنت عمك بنت عمي اتحريت هي يعني بنت عمك خيبيك اللزم بنت عمي ابوها ابن عمي اللزم الام خلص من اللزم بقولوا نعم ابن عمي اللزم نكاوت عينك يعني الحمد لله نعم بقول بك الختيار عايش ولا لا بك موجود بس اختياري لا ما لك يعني انت قلت له بدي بنت ابن عمك بنت عمي ومشت الامور بس عمي ومشت الامور ومشت الامور قال عليك ايام عمك بهذاك الوقت شو كنت تشتغل انت ايام مدرس ما انا بقول لك مدرس بتقول لي لا ماني انا بطولكم بعرفكم لحالكم ايش بس ولا بقيت مدرس يعني موظف اخذتك نعم هذا حكي سنه ال 60 في ال 60 1960 لما قلت بدي بنت عمي لا ما كنا بنت عمي وكدي دفعك ايامها عمك والله مش هالمبلغ يعني من عارف تستغرب انت ان شاء الله شيء كدي دفع 100 دينار اردني جاهزي بكل شيء واصل البيت 100 دينار اردني واصل الدار مأجل ومقدم كله كله من اللي تشسبه ومن هن كله كله 100 دينار هسه ما اعرف كيف حالك حجي اهلين بس عارفين عن حالك مريم ابراهيم ابو سريس ابن عمك يا ابو ابن عمي ابن عمي ابن خلص انت هذولك قلت لي بارود ابن عمي عليك عيني ايوه انا ما اخذ بنت عمي اسكت ماني قلت لك نعم ابن عمي عليك عيني ابن العم لا بنت العم شو ما بكى اذا تحضلها خلص بينزل عن الفرس واذا زيت تحضله اصحابه حرم على الجامع ولا ابن ما كنت شايفتي لابن عمك والله اكل الصح ايوه بدي الصح ما كنتش عارفه هم هون أيوة احنا في مخيم نور شمس يعني بكنا بلاد بعيدين يعني نعرف انه في قرايب بس كنا يعني قرايب في يعني بس نشوف لا بنشوف مش بكاش يجي زر وقت لكم لا 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 بكاش يجي لا 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 بكاش يجي لا ولا منين شايف انت هي بكت صغيره بكيت اروح انا عند دار عمي بكيت زروا يعني عند دار عمي واولاد عمي لهم تزربوها هي بجوز بكيت تشوف ما تعرفش كانت صغيره شفتها بكيت تشوفها ولا كيف اخذتها بكيت تشوفها حطيت عينها عليها رجعت الختيار اما هي بكيت صغيره جاهله مش مدركه مش مدركه اخذنا الاختيار لما تجوزت طيب 14 سنة اليوم بتشحلي سيباني لا لا معرفة يعني اليوم احنا بنقول لي اليوم 14 سنة بالنسبة لي لا معرفة بجوز انت شفتها ما كانت تنتبه ما كانت تنتبه هي بجوز رجعت الختيار قلت له في بنت عمي وبكل سهولة مشات راح قال لك يلا كنت الجاهة ما كانت في المدرسة بنت صف خامس روحت من الصف قالوا لي جاش عريس مين؟ اغلى الناس نسيت اسمه الحجي تقول بعد ما هسه نعم. الحجي ايش اسمك نسيت هذا اسمينا احمد صالح الحق قالوا لي جاك احمد من دار ابو سريس قال سريس سريس على سريس في اعلى من ريحه السريس شاوروجه نعم شاوروجه في مشاوره هي سعيتها بدي اسمع البنات جيلنا هذا بكاش الشاور خلاص اجى فلان اجى عمك احمد ابو سريس بده اياك ابوي كلبه طيب يعني ما عمل ولا عركله في الطريق اتفضل اهلا وسهلا اجوا اهله طلبوني وشو بدي اقول انا سعيتها في تولى امه لا عم جد شمه اجى ابوه وجماعته وخلص لما يقول الاب فشرت نعم بدها شمه ليه ما جد
لا بدهاش من سلايله؟ لا لا ما بعرفش انا لا من سلايله ولا غير. المهم ايات بحبين يجيب من سلايله هن بنت اختها بنت كراباتها. لا لا, لا, لا ما انت بتكون مجدش. لا هو يعني طوالي علي ما فيش مكافاه ولا رد جواب. ابويا انطى الجواب شو رايك شو بدي اقول؟ قلت له اه اللي بدك اياه يا موافق موافق فكتب النصيب 14 سنة 12 اخرى لما اجل ماذون بك عمر 12 شبروتي شويه زيفوني بكو كملي بكو. بتعرفوا يا جماعه الخير القصص تسمع من الختاليه حقيقيه. بعد مرات بكو تبكى حبتها كليله بتعبيش كسيه هالكدي يروح يجيبوا اختها اجل منها يقولوا للمأذون هاي العروس بس العروس وعده ثانيه او بكو يلبسوها 100 شغله فوق بعض مشان تجبر مش عندك انا بكلك في مناطق ثانيه اه بيعملوها في ناس يعملوا لا يعني الحمد جبروها والحمد لله كتب النصيب كتب النصيب. كديش قعدتي خاطبتي؟ سنتين. سنتين وانت خاطبه؟ سنتين. احمد ابو سرلي احمد ابو سرلي كم مره جا فيها؟ مالو كم مره جا عنه الشمس؟ عدة مرات. هي مرة ما يصدق ويجي يوم الخميس تعطي البسيطة يوم الجمعة يظل مغرب. يا سيدي البيت بيته ما بدوش مشورة بكى يفوت بدون إذن يعني ابن عمه وخطيب بنته بده أبوي يمنعه. لا بكى عادي عادي يعني نقعد ناكل نشرب بعضنا ننام بغرفة واحدة عادي يعني ما فيش أي فيش معارضة عند خطيبته. الحمد لله رب العالمين والحظ طلع. انت شفتي يعني يوم ما خطبته انتبهتي له؟ ايوه انه هذا احمد الذي خطبني ابن عمي. ايوه وبقى نعم اخوك زي ما نعم نعم يعني نعم شو عزك نعم. يا انت المأذون برطيل شفت اجي حكي ولا ما جاش ما بقول لك انت المأذون برطيل ما هيك بدك ثانيه باقي وحبتها كليله بدك تكتب الكتاب المأذون بدوش يكتب الكتاب بطلوا والله غير تكتب كله ابو عمر والله لو كله على كله شهاديتك هذيك اللي يعطيها المهم هاي عادة الناس املشتوا ايوه والحمد لله رب العالمين. وكديه دفع فيش مهر قلتي لي كديه دفع من ابو شو جابوا لي هو في مهر كبير 100 دينار معززه مكرمه كسوه مسيغه من كل شيء فيهن والله طلعت طلعت وتسوي شو قصيت؟ كل شيء والله ما خليت فكا فيش فساتين جاهزة تقصينك ماشي ولا لا؟ ماله؟ فكا فساتين جاهزة ولا لك ماشي تقصين وتخلي؟ لا لا خياطة خياطة تسوي أوعي خياطة ولا ما فيش زي اليوم بنات لا لا فيش بكاش على زماننا وبدلي بيضة كل شيء يعني تمام تمام عادي ما بقى نقصني ولا شيء. طلعتي بدلي بيضة ولا ليش يعني مالي نقص حرف ناقص؟ ها؟ ولا مالي؟ والله بدلي خاص البدلات جبتها وخيطتها في طول كرم من أحلى اللبس. وأجوا عملوا لك حنة؟ ولا؟ من هنا أي أجوا 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 كل شيء من حارة لحارة كل شيء وحنينك ولا من بلد لبلد لا والله الحمد لله ما نقصني أي شيء حنة و وجابوا كل شيء منه من ولا بزاط بزاط والله بزاط ولا كيتهم هنا صامدين ولحمات لا ما لا ما شفتوش أنا أخذوني على دار العزومة ولا لا العزومي على دار العزومي دار العزومي في امبارح شفتوا الختيار او مش عارف في احدى الحلقات اللي كان بعزموها ببيتوها ليلة وثاني يوم بيجيبوا لي اياها زبطت معه لا احنا ما بتناش هاي عادي كانت موجوده هي كانت موجوده من بلد ثانيه من بلد ثانيه بقيت بات ليلي في دار العزومي ثاني يوم اعطيك معلومه كان بطحار انت تغدت وجدت لك الفردي بتسمى فردي الفردي يجي اللي بده يعزم يعزم يحط علك منديل في ركبه الفرس اللي بتركب على العروس خلص معروف ان جازمه هسا اللي بده يعمل عزومه للعروس اللي جايبينها من بلد لبلد اول ما تصل تدخل البلد بتلاقي اللي عامل عزومه يروح يربط منديل في ركبة الفرس اللي عليه العروس تعرف انها معزومه فيهم كان يروحوا بنفس اليوم في كانت بيتي في من كان يروحوها في من بقي كلها بيتي انت في نفس اليوم انا من نفس اليوم هيك مشطلط عليهم انت بتغدي وبتجيب لي اياه احنا طوالي على دار العزومه على دار العزومه طيب من دار العزومه على داري
مستقرة. ضهرش لحالي؟ لحالي. حماتي موجودة بس يعني غرفة لحالي مستقل لحالي. وغنوا لكم تغنوا ولا مالو؟ كل أعضاء كل شيء. لا كل شيء. انصمدنا ولا مالنا؟ يا أحمد لبس يا في هذا يلبس لك كبير. ما كانش حدا كبير اللي يلبس. يعني ما انصمدتش أنتوا يا علوج؟ انصمدت ولا ليش؟ طقشوا رؤوسكم في بعض. أنا ما انصمدش ولا شيء. طقشوا رؤوسكم في بعض. حطوا. ولا طقوا هاي العادة موجودة عند الناس طق لي رأس العريس مع العروس هذا موجود العادة طقش بتكش ولا لا الحمد لله لا ما هو بكو برضو بكو برضو أبو عمر كنت كل يوم ممسي شيدة وتشرب عليها شيد عليها أيوة ها أنت اللي شديت على إيده شديت على إيده وطلعت على الساعة أي ساعة لما جخذوني باكي تتبع لك يا بابا الساعة 6 إلى 5 لما جخذوني من دار العزومة في نسوان اللي مش ما خدته عمزاجها بقول لك أنا ذاكري والله كلهم ذاكرات بنت بس هي بدهاش أما اللي ما خدته محبي وعجبها والله ذاكري كل التفاصيل طب ولا يعني بقول لك 6 إلى 5 بكيت مصمودة جنبه 6 إلى 5 6 إلى 5 بكت المغربية مصمودة جنبه انصمدنا الحمد لله ولا انصمد ولا نصمدكم كل شيء كل شيء كل شيء طيب والحنة والليمون اللي زكوها ما بقول لك معناها جهزت لك حماتك العجينة وركت الليمون ركض الليمون والحنة حجي ايش انت اسميك؟ انا مريم يلا لزي يا مريم لزقت العجينة وغناني مشان تخمري وتثمري وتعمري ولا بيخنين الا عمرتي وثمرتي الحمد لله نحمد الله والشكر الحمد لله صاد العلس والله عشت عند حماتي والله عشت سنين أبو عمر ملتهي معي مالو أبو عمر ملتهي أيوة أنا دخلت أنا والحجي عشت معاها عاشت معي 10 سنين شكوية معززة ومكرمة هي شكوية حماتك مالو حماتك بقت شكوية المخفى أعظم يعني صراحة كل جيل الكبير بكى يعني يختلف عن جيل اليوم يعني حموات كبير بيختلف عن حموات اليوم يعني حموات كبير يعني خلص هاي طبيعة فيهن الزلمة والمرأة كله حوش واحد ودار واحدة بناتك ولا لا هاي البنت لحالها وأنا ما بتدخلش كنت أنا بسألك جنينك ولا بناتك هاي بنتي مديرة مدرسي بنتي وهاي مرت أسامة هذا اللي جنتي هاي هاي جنتي وهاي بنتي مديرة مدرسي انت بتقولي حماتك بقت قوية لا 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 طب انت لا 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 يعني بعد 10 سنين لو جينا سألناها شو بتقول عني غلط كل إنسان بكى يلزم حده وما حدا يتدخل بالثاني قوية أو مش قوية خلاص الواحد بده يعيش بده يعيش الوقت اللي هو فيه بده يعيش فيه يعني أنا بنت صغيرة عشت معهم سنين والحمد لله مضيتها من دون مشاكل من دون أي شيء لكن قبل حماواتي اعتدفين في شهر عسل ولا من ثاني يوم تقول هكومي يحكي يا مريم لا 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 والله الحمد لله الحمد عشنا ومبسوطين والله يرحمها وكمت فيها وعاشت معايا 10 سنين أنا وياها في صحن واحد وطنجرة واحدة وأكل واحد وقعدة واحدة والحمد لله والله عمرنا وعمرنا والله الحمد لله كم ولد عندك يخلي لك يا رب الله يخلي ولادك 3 أولاد وثلاث بنات طيب العوش ماله جوزتهم العوش طيب جوزنا 4 بنتين وولدين
وهاي البنت مديرة مدرسة وعندنا هذا الشاب. يعني ظل عندي اثنين. هاي البنت وهذا الولد. إن شاء الله إني موجود إن شاء الله على خير. إن شاء الله. جنينك عندك ولا بعمان؟ واحدة بعمان وهاي عندي الموجودة. عايشه هنا؟ عايشه في الدار اللي تحتها. دار تحتها. الحمد لله. واحد في عمان يعني ابني. متجوز هناك ولا منشوف ولا بنراه. ما هي بتتفرج هسه. والحمد لله هذا ماله سالم. هذا منين؟ ابني هذا لا مش كبير هذا رقم 3. والصغير وين؟ الصغير هذا صغير 1. جليل ان شاء الله رب العالمين اني ما جوزتيه. بعد ما جوزتوش صلى والبلله الحمد لله ان شاء الله على خير ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله رب العالمين. بس لابستين انت شو هذا الثوب ايش هذا؟ فستان الفلسطيني. الفلسطيني ولا هذا لبسنا؟ لبسنا. هذا تراثنا. هذا تراثنا وهذا شعارنا. هذا لا هذا هذا موديل يعني هذا موديل هذا بيعجبهنش هذا. هذا جيلي لهم فتره جاهل العز في زعمومه البريك هذول. جاهل العز والله جاهل. ليش ما كنت تخبز اول ما تجوزتي؟ خبزنا على فرن غاز. سمعك انت وبنتك واللي بتفرجن. فرن غاز وفرن كاز. وغسلنا على الحطب. طبخنا على الحطب. وسلكنا برغل على الحطب. الحطب بقى يجي العز ما تروح تجيبه. لا والله بك ناس يجيبوا. وبعدين مية بندورة نعصر. طبخنا عدينا. كل المتطلبات عدينا. كل هذا قد ايه بك عمرك؟ شو عمري يعني؟ أول ما تجوزتي 14 خلفت بنت 16. اول ولد خلفته بنت 16. والحمد لله عاشوا 3 اولاد و3 بنات. هاي مديري وهذا معلم مدرسه وبنات ثنتين. واحد معلمة عربي وواحد معلمة فيزياء من الاردن هذول تعلمين. واللي غاد تعلم بجامعه اليرموك. والحمد لله وفينا وكفينا وعلمناهم واحسن تعليم واحسن جامعات والحمد لله رب العالمين. وكانوا يروحوا على المدرسه فيش ولد مرتب زيهم، فيش ولد نظيف زيهم. والله اكون من الصبح ابوهم استاذ. اكون من الصبح هم بقى الطالب لما تجوز افطره افطر الاولاد واحممهم. اول شيء افطره ابلش فيه راس المال عمود الدار. الله يخلي لك والله عمود الدار. ابن عمي عليك عيني تاج راسي. والله لو في خراطيش لاقول لك طخ ابو عمر. تاج راسي بالله الرجل. يعني يا بنات اليوم جوزك شو هو؟ تاج راسي والله تاج راسي بالله. الدار اللي ما بهاش رجل ما بتنخشش. احكي لي هذا شو بدي اسوي لنا انا؟ كل واحد مرشد حاله. اليوم بتقولوا انت تاج راسي؟ ايه لا بقولش تاج راسي والله ما بقول انت تاج. بنات اليوم بكون تاج راسي والله ما بقول. كل واحد كل انسان معلق بنفسه. كل شيء عند بنات اليوم وجيل اليوم اللي بتشوفيه والله. انا شو الي بغيري انا؟ انا الي في نفسي. ما هو انت بدك تعلميهن. لا كل واحد ما هو اللي انت تقول اللي مش عليه انت عليه. بتعلمي بنتك انه الزلمه تاج راسها. لبناتي بناتي مرافعات الروس حيا والله. بناتي انا بشجعهن على طلعتك اتعلم بنتها وتقول لك اني تصبر على جوزك. انا والله انا ما عمر جيت مع بنت الا اجي ضدها. اقولها الرجل احترام واجب. أيوة. قيمي واجبه احترمي. هو الاساس في الدار ابدا من الاولاد. والله عمرني ما بديت ولد عليه. اسمعني يا بنات اليوم جوزك ابدا مش اول ما تخلفي خلص جوزك عضل. والله بيهجرنهم. والله في نسوان بس تخلف تستغني عنه. والحجه بتقول شو اسوي لك؟ مشغوله في اولاد. مشغول اولاد لا يعني واحنا ما لناش اولاد. بكلنا اولاد والله عمره ما روحوا من الدار الا كل شيء جاهز. الغداء قبل ما يفوت يبقى جاهز. بس جوزك رقم رقم واحد والاساس. بالاساس الاساس طبعا البنايه من دون اساس. بقول اول ما سالت ابو عمر قال لي الاولى والاخيره وطول ما هي على الحصيله لا طويله ولا قصيره. طبعا الثاني بايع اهلي
بيعهم بكل شيء وانا متاجر فيه. هذا الحكي لك مش لي. والله بيعها. وشو بدي باهلي انا؟ هذا اهلي. هذا راس المال، التجره راس المال يا ابن الحلال. لو ما هو ما جيتش انا. وبتقول لي مش شايفها. شايفها. وهي مش شايفتك. والله باكي في حب. باكي شايفها والله في حب كبير باكي. انتم بتدهلسوا علينك يعني. والله الحمد لله. إلي عمري 74 سنة ما يوم من الأيام يعني أزعلته أو إني أغضبته، حتى لو زعل أنا بتأسف بتأسف والله بتأسف له غلطة صغيرة بتأسف له وبقول له غلطان أنا متأسف سامحني والله أيوه بقول له سامحني في الدين بالآخرة. يعني شو الرجل هو؟ قديش كم سنة؟ أنا يعني انت متجوزتي من 60؟ انا تجوزت 60 سنه متجوزين. 14 سنه تجوزت. 74 74 وهو 83. يعني لكم متجوزين 60 سنة. 60 سنه عمرك ما زعلتي؟ والله فيش انسان بيزعلش، فيش انسان بيزعلش، بيزعل الانسان بس اذا الزعل انطلق بسعيته وتأسف صاحب الزعل كل شيء بيرجع طبيعي. انت بتقولي انا من ما اتجوزته عمري ما زعلته، ما خليتوش يبات هذيك الليله زعلان مني. الحمد لله. وروحه كله حكك علي ابن عمي يا عليك عيني. فيش حدا بيزعلش. فيش حدا بيزعلش. شايف نفسك بتزعل، ابنك بتزعل منه. اما الحمد لله رب العالمين. والله انضرب فينا مثل وفاقنا اتفاقنا احترامنا انا وياه متبادلين بالاحترام بالتقدير. اطلب شو بدي يعني لبن العصافير لو يقدر عليه بجيبه. لا لا انا يعني بدي بكى شايفه شو اسمعي بكى شايفه شو منع وعشعشت في كلبه قبل عقله بعدين حي والله ما سح والله ما مشاهم شوف من الطوباس في 30 كيلو ولا 40 كيلو أجالك 40 كيلو والله لو الحج كان له لو الحج كان له في وعد ثاني اللي يكون له أبدا والله عن هالتلي ما في حل. الله قويك يا ابو والله فترة الخطوبة بس استنى فترة الخطوبة اللي بين سنة 60 هذا الحكي ما أعتقد ما مرت قطعيا مثل ما قلت لك فترة الخطوبة عادي ما كان أي حاجة ما كان أي حاجة بيننا. ما كان طيب استنى شوي صغيري حكت حجة الحجة الله يطول عمرها ويخلي لنا إياها أم عمر كلمة إنه أنا 60 سنة ما أزعلته أو إذا بكيت أشوف حالي محكوك أعتذر وأتأسف. أنت زعلت في هالستين سنة